معنا من أبو ظبي خبيرة التغذية الدكتورة هلا أبو طه، صبحك الله بالخير وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم. ما هو هذا النظام دكتورة؟ يعني باختصار وببساطة كذا اشرحي لنا كيف هذا النظام، على إيش يشتغل؟ أوكي، ما هو هذا النظام مش جديد، هو هذا النظام قديم شوي، وهو بيعتمد أكثر على دمج نوعين من أنواع الحميات، هي الحمية الميديترينيان والحمية أو اللي هي الوسطية البحر الأبيض المتوسط، وهي حمية للأسف اللي هي قليلة الكربوهيدرات. هم حاولوا يجمعوا هذول الأشيين عشان يطلعوا باسم جديد أنا بقدر أحكي عنه ترند، يعني هم بيحاولوا قاعدين يعملوا ترند أعلى، ترند أكثر عشان يصير في اسم أكتر. هو الحمية هاي مش جديدة، الفكرة أنه نحن أكيد لازم نأكل أشياء بتساعد المخ، وهو معروف علميا أنه في أشياء أكيد بتساعد على تطور الدماغ، طريقة التفكير، الإدراك، مضادات الأكسدة، في عنا كتير أشياء، بس هي الفكرة أنه هذه الحمية مخصصة أنه يمكن عملوا ليميتيشن أو حرمان شوي من أشياء طبيعية أكتر من الحميات الثانية. من إيش يعني؟ من إيش الحرمان؟ من أي نوع من الأشياء؟ من النشويات، هم محطوط بالحمية أنه لازم يكون قليل النشويات، وتحديدا هو إجمالا كليا نوقف السكريات البسيطة لدرجة أنه كاتبين أنه هو منتجه للفواكه قليلة السكر. هو لو نفكر فيها شوي، الفواكه كيف تكون قليلة السكر؟ لأنه هي الفواكه كلها أصلا معمولة من فركتوز، هو سكر الفواكه، فهي فكرتهم أنه هو يقلل كمية السكريات بشكل كبير. الشيء الثاني تقريبا الحلويات أو الأشياء اللي هو ممكن الأطفال أو نحن كلنا محتاجينها ككومفورت زون، أكلنا الطبيعي كليا لازم تروح. التركيز الأكثر على الأسماك، التركيز الأكثر على أقل كتير دجاج ولحم أحمر، وهو هذا موجودة كمان كانت بالحمية الشرق أوسطية بالقبل. هلأ الفكرة الأساسية فيها أنه فيها كتير من أنواع ممنوع أو الفود ليبلينج أو لا ما نوقف، وهي لو نفكر فيها شوي ما هي ما كتير بتفرق عن حميات قبل. نحن كتير من الأول كنا بنحكي إنه في حميات كتير بتحكي لا لا لا، وللأسف أجين مشكلات المشاكل النفسية عم بتزيد، مشاكل الوزن عم بيزيد، فهي يعني ما اختلفت كتير عن حميات قبل. يمكن لو تركيزنا بيزيد إنه هو الموضوع منظومة كاملة، مش بس عبارة عن ناكل بيريز أو ناكل مكسرات أو ناكل سمك، هي عبارة عن منظومة كاملة أكتر من إنها بس نتجه على أنواع غذائية معينة من الطعام. طيب يعني نتكلم على الجانب النفسي يمكن من هذه الحميات، مثل ما ذكرتي بعض الحميات فعلا قلة بعض العناصر ممكن تدخل الشخص في حالة نفسية مختلفة، يصاب بالإحباط بالاكتئاب. بالنسبة لهذه الحمية من الناحية النفسية خلينا نقول، إيش تأثيرها؟ 100% هذا طريقة صح بالتفكير. هلا الفكرة انه هو بيحكوا انه هو نحن نعمل قليل مثلا السكريات البسيطة. هلا الفكرة انه لازم نعرف انه العكس تاع كتير سكريات بسيطة، لانه السكريات البسيطة صح بتعمل اضطرابات بالمزاج، ايام بتعمل مزاج قليل، لانه الشخص بيكون محتاج سكر كتير، بياخد كمية كتيرة بيرفع السكر بعدين بيرجع بيهبط مرة واحدة، ممكن تسبب بالاكتئاب او اضطرابات المزاج. فهي فكرة الفرق بين أنه تناول عالي للسكريات هو عكسه تناول قليل أو عدم تناول السكريات، هذه الفكرة غلط. نحن بدل ما ناكل كتير، أكيد ما في شيء كتير، كتر المي حتى كتير، أي شيء كتير هو مضر، فإحنا بنحاول عكس الكتير هو بتوازن. فآه مزبوط، إحنا الشخص إذا ما بيأكل أوميجا 3 من الأسماك أو أوميجا 3 من المصادر النباتية تاعتها، ممكن يصير عنده قلة إدراك، أو ممكن يكون إذا الشخص بيأكل سكريات بسيطة كتير كتير ممكن يكون عنده اضطراب بالمزاج أو اكتئاب، أو ممكن الشخص لما ما بيأكل فواكه أو خضرة بطريقة صح بقشرها بطريقة كل يوم بألوان مختلفة، ممكن يأثر كمان على مزاجه عشان بيكون في عنا مضادات الأكسدة مش موجودة. معك حق، الحمية كتير بتأثر على المزاج وعلى اضطرابات طيب. الطعام وعلى الاضطرابات والإدراك، بس بنفس الوقت كيف نحن نحل مشكلة الحمية هاي؟ يمكن مش بأنه نروح للإكستريم الثاني. طيب دكتور، يعني يسوق لهذا النظام
كما لاحظنا أنه تعزيز صحة الدماغ وتوفير الانتباه والقدرات الذهنية. يمكن هذا الكلام يعجب ناس كثير، يقول لك واو واو والله يعني بيزيد انتباهي، أنا أنسى كثير، أنا ما أركز. فقد يكون فعلا مطلب لكثير من الناس. إلى أي مدى هذا صحيح؟ فعلا يعمل كذا؟ وبنسبة قد إيش؟ أشكرك مها على هذا السؤال، وهذا صحيح كثير. ليش؟ لأنه أنت تخيلي شخص، هو مجرد نحن ناس طبيعيين بني آدمين، كل ممنوع مرغوب. مجرد ما تحكي لهذا الشخص أنك أنت ممنوع تأخذ هذه السكريات أو هذه أنواع الحلويات، أو أنت فقط مسموح لك تأخذ نوع معين من الفواكه، أول أسبوع أسبوعين رح تكون واو، ونفسيا رح نحس حالنا أحسن لأنه اتبعنا الشيء اللي معروف أنه بيزبط. بس إنه إحنا ملتزمين يعني. نحس حالنا يا عيني عليك، نحس حالنا مخنوقين انه احنا ملتزمين، انه احنا حطينا حالنا بهذه الرول، واحنا في وقت من الاوقات بدنا نطلع منها، بدنا نكسرها. أيوة. مجرد ما نكسرها حيصير عندنا قاعدة الابيض او الاسود، all or nothing، black and white mindset، اللي هو انه انا مش كويس، انا مش بستحق، انا غلط، انا اضطريت اكسرها، فانا بصير عندي القلق والاكتئاب والمود اكثر تعيس. فنحن حطينا حالنا بخانه وين احنا حطينا لحالنا قواعد هي لازم تنكسر، مش لازم تنكسر لانه ضعيفين شخصيه او ما عندنا اراده، لازم تنكسر لانه الحياه بتخليها تكسر، لانك انت رح توقف بمكان عيد ميلادك، رح تاكل حلويات اكثر، عيد الدنيا رح نتضيف حلو اكثر، نحن مضطرين ناكل بعد الساعة 6، وهذه الحمية واحدة من الأساسيات. طيب. اللي فيها أنه لازم على 6 نوقف أكل، فهي هذه القاعدة كسرها بيخلي في عنا اكتئاب واضطراب بالمزاج. طيب. أكثر من أنه لو ما كسرناها. دكتورة باختصار، يناسب من هذا النوع من النظام الغذائي؟ مع أنه أنا اللي أنا شايفته أنك ما تنصحي فيه أبدا، بس لو أحد حابب يعمله، إيش الشروط اللي تكون لازم متوفرة فيه؟ تسمحي لي بها احكي شو يعملوا اكثر، انه هذا النظام كويس كثير بانه ناخذ منه اللي هي الاسماك، لازم يكون على الاقل مرتين بالاسبوع، بتناسب اشخاص كثير، كل الناس، انه نحن لازم نعمل الحلويات بطريقه معينه بكميات بسيطه، خلينا نحكي النوم كويس، قله التدخين، شرب المي، الرياضه، كل هاي الاشياء عوامل جيده جدا لتحسين المزاج، كل الناس لازم تعملها، مش لازم واحد او اثنين. الفواكه والخضره كل يوم، الحبوب كامله، القمح، كل هاي مش حدا او اثنين او ثلاثه لازم نعملها. أيوة. كلنا لنضبط الادراك والمزاج ونقلل الاكتئاب لازم نعملها. فاحنا بنقدر ناخذ اجزاء من هذه الحميه، بس بلاش ناخذ الاكستريم اللي هو بلاش ناكل بعد الساعه 6 وممنوع وممنوع وممنوع. أيوة. هي تقريبا زي ما حكينا قبل، منظومه كامله. أيوة. هي لازم تكون، يعني ناخذ الجانب الايجابي من هذه الحميه بدون ما نروح ل يعني الاكستريم مثل ما ذكرتي ونتعرض للسلبيات. احنا شاكرين لك جزيل الشكر من أبو ظبي خبيرة التغذية الدكتورة هلاء أبو طه كانت معنا، يعطيك العافية يا دكتورة، وشكرا جزيلا.